لطفي، تلاتة وتمانية نوفمبر 1983 في الدار البيضاء، بالضبط في درب السلطان، المنطقة النزلية. هذه هي الدار ديالك؟ سميت هاد الدرب؟ هذا الزنقة 41، سد معاه في الرابع. عندك هنا هذا هو الكارتي فين تزاديت. عمر خرج عمر لطفي باكي من دارو بحال هكا وغادي كيجري؟ عندي كل شيء، عندي حياتي هنايا، عندي خرجت باكي، ضربنا هنا، ضحكنا هنا، فرحنا هنا، كاع لي مومون الواعرين في حياتي كيف ما كانوا، سواء طالعين سواء هابطين دوزتهم هنايا فهاد القصة. كانوا شي حوايج. نشوفوا المدرسة؟ اها يلا. بالضبط درب السلطان، من أصول أمازيغية فين دوز الطفولة ديالو. الباك ديالو قرا في معهد الفندقة في تخصص لا كويزين، وفي نفس الوقت كان كيدير فورماسيون في لا دراماتيك في الكونسيرفاتوار دو بولفار دو باري في الدار البيضاء. وبعد 6 سنين التجأ لميدان المسرح. أواخر العام 2000 بدا السينما، وفين بدل أول فيلم هو تو تو سوفيان دو عادل دو محمد زين الدين، ومورها كازا نيغرا ديال ناطين الخماري. هاد جوج أفلام عطاو فرصة باش يمشي لعدة مهرجانات، اللي منهم مهرجان طنجة، مهرجان دبي، ومهرجان بروكسل. في نفس الوقت ولينا كنشوفو الممثل عمر لطفي في التلفزة المغربية بأدوار مهمة بحال زورو أو بوليغام مارغلوي ديال المخرج محمد أشوار. كما قلنا أول فيلم كان للممثل عمر لطفي هو تو تو سوفيان دو عادل في 2007 ديال محمد زين الدين. مكنتش عاقل على عادل؟ روبير دينيرو. الفيلم اللي لقى فيه نجاح كبير وهو كازا نيغرا. ومرحبا بك في كازا نيغرا. تبع افلام عديده منها وومن ويزاوت مان ديال شيرين نشاط. دكتور مصدق، نخست وزير ايران با محکوم کردن این حرکت غیر قانونی. من دارم میرم سر کار. پا میشی وسایلشو مجور میکنی. از خونه بری بیرون پاتو قلم میکنه. تو چطور به اینجا اومد؟ یادم میاد یه نور دیدم مثل یک فکر گم شده در فضا، به من میگفت اگه خودتو رها کنی شاید راهتو پیدا کنی. فیلم لزان فانشیخ در فیلم احتاست حمید بن علی. عيد فين عمرو رضا بدل ولا كان من العبيد؟ العيد اللي ربيتي عليه يديك تبارك الله كبر. غندير جهدي وكثر من جهدي باش السيد عمرو ما يخوي علينا هذا الدار. انت هاد الوليد هذا غادي يبدا يهضر بحال كره. اليوم تسمع لي عمرك سمعتي؟ زدتي فيه شويه؟ لا ما عمرك تعاود دير بحال هكذا. الريساني طاحت في الفرنسيس. تبعوا الفيلم جوغ انوي ديال نوفل بروي، وما نساوش الفيلم ميرسي ديال المخرج محسن بصري في عام 2016. اما بالنسبه لكم اتخرج اول كور ميتراج بدا فيه الممثل عمر لطفي في 2007 هو الكرون. اول تلفيلم قام به الممثل ديالنا كان في 2009 ديال لا كازا بلانكيز ديال نرجس نجار، وثاني واحد كان هو ساعه الجحيم في 2011 ديال ياسين فنان، وفي 2016 دار عمل مع المخرجه امينه منى لبس قدك، وفي 2017 غلطه ديال ربيع سجيد. اول سالي كان ليه مسلسل قضيه في عام 2008 مع المخرج ناطين الخماري، واكثر دور لقى فيه حب الجماهير اللي صراعه بطريقة مذهلة هو الدور ديالو في مسلسل حميمو ديال زكية الطاهري، والمسلسل اللي كان فيه جزء أدوار وهو سير المرجان اللي كان في 2016 و 2017 ديال المخرج شوقي العوفير. أما بالنسبة للكورمتراج، أول كورمتراج بدا به الممثل ديالنا في عام 2007 هو الكرو تبع ماتش نيل. في 2014 أدى دور في الفيلم لا ليبرتي أون بريزونيي ديال صلاح ميكائيل. توج عمر لطفي بالعديد من الجوائز في المسيرة ديالو. الجائزة الأولى كانت سنة 2008 في الفيستيفال الدولي للفيلم بدبي على الدور ديالو اللي قام به في كازا نيغرا. 2008 ايضا خد جائزة افضل ممثل في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الفيلم ديالو كازا نيغرا ديال ناطين الخماري. توج سنة 2009 بجائزة احسن ممثل في المهرجان الدولي للفيلم ببروكسل على الفيلم ديالو كازا نيغرا، وايضا على الفيلم ديالو تو تو سوفيان دو عادل ديال محمد زين الدين. وسنة 2009 ايضا توج جائزة احسن ممثل بمهرجان السينما بخريبكا على الفيلم ديالو تو تو سوفيان دو عادل. وسنة 2011 خد جائزة احسن ممثل في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الفيلم ديالو لزال دو لامور ديال عبد الله العرقي. وسنة 2014 خد جائزة احسن ممثل في المهرجان الدولي للفيلم بمسقط على الفيلم ديالو لي ميكخيون دو محسن البصري. عمر لطفي ولا من الوجوه المحبوبين للجماهير المغربية،
خصوصا بعد عدة أدوار ك لافير زورو حميمو وغير ذلك من الأدوار. لكن عمر لطفي لقى انتقاد كبير على الدور ديالو في فيلم جناح الهوية. فهاد الانترفيو هذا كاينه قصه حب اللي نقد نقول لك انا ملي قريت السيناريو صراحه عجبني السيناريو بزاف. الشخصيه اللي السؤال ديالي واضح بلاتي الشخصيه اللي جزتها انا ما نكذبش عليك يعني متشبت بها وباقي كندافع عليها اليومين هذا. غير اشنو ضافت انا كنقول حاجه واحده هو انه ما يمكنش الحاجه كيف ما كنشوفوها نحطوها. إلا ما كناش غنديروها بشي طريقة أو بشي رؤية أخرى نقد ما نتفقش مع ذاك الإنسان فهمتني. ولكن كيبقى الحوايج اللي يقدوا يكونوا مشاهد برصدوا الناس. كاينين الناس اللي كانوا المشاهد بالنسبة لهم يعني شوية هذا كان بالنسبة لي تحدي لأنه كنا نقدوا نمشوا أبعد من ذاك الشيء اللي دار. عام 2018 عمر لطفي دار عقد مع لاجونس كلوب سيتي كمدير فني. أما الحياة الشخصية فكما كنعرفوا جميع عمر لطفي هو أب وزوج للفنانة فرح الفاسي.